ويعني يسعدني أني أكون اليوم متواجدة في يوم المرأة العالمي، وبهذه المناسبة أهنئ المرأة بشكل عام والمرأة السعودية بشكل خاص بما حققت وما يراد له أن يتحقق لها إن شاء الله في المستقبل. الحقيقة أنا قبل تعييني وكيلة كنت في أعمل في الإدارة العامة للمناهج والإدارة العامة للتربية الخاصة في وزارة التعليم، وكنت أواجه الكثير من الصعوبات. المرأة لم تكن ممكنة ولم تكن تستطيع أن تصل إلى متخذ القرار، كثير من المشاريع تحبط، كثير من الأفكار لا ترى النور، لأن من هم في الواجهة هو الرجل فقط، وما يريده هو الذي يظهر وما لا يريده لا يظهر. فجاءت الثقة الملكية بتكليفي بتعييني وكيلة لوزارة التعليم، يعني أسعدتني جدا، وفي نفس الوقت أحسست بمدى المسؤولية اللي تحملتها كأول وكيلة وزارة، وكأن هذا الباب الموصد فتح وأنا من فتح هذا الباب، ويفترض أني أكون على مستوى الثقة وأهل للثقة للجيل اللي بعدي، لأنها قد إذا فشلت فهو قد يغلق هذا الباب. وكانت المسؤولية ثقيلة، فلكني الحمد لله بإصرار وبدعم من فريق العمل اللي عمل معي، وأيضا بدعم بعض زملائي في وزارة التعليم وبدعم أسري وعائلي، الحمد لله يعني أنه وصلنا إلى مراحل متقدمة، والحمد لله أنه ظهرت أيضا قيادات أخرى في نفس العام، وتوالى ظهور القيادات بما يبشر بالخير إن شاء الله، ومستقبل قادم جميل إن شاء الله.